صباح الخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم صباحك أحلى. صباح الخير يا يورا. صباح الخير يا نادين. حلقتنا النهاردة هتختص وتهتم بدعوة عامة لجميع الموهوبين وإطلاق مبادرة من خلال برنامجنا على شكل مسابقة بتدعم جميع المواهب الشابة والفنية والثقافية واللي هتعرفنا عليها يورا. هتبقى فكرة دعم الموهوبين هي فكرة هنقدمها ببرنامجنا كمبادرة على شكل مسابقة. هنستقبل فيها كل الموهوبين عن خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج صباحك أحلى، أو هيبقى منهم اللي هو التمثيل، الغناء، الفن، الشعر، كل أي موهبة، الرسم، أي موهبة عندكم تقدروا تيجوا تقدموها من خلال برنامجنا، وتقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج صباحك أحلى. أشوفكم بعد الفاصل. تاني مشاهدينا تقدروا تتواصلوا معنا من خلال الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. النهاردة هنتكلم عن الفترة اللي كلنا بنمر بيها أو معظمنا، وهي فترة الامتحانات. طبعا بالتوفيق للجميع. عايزين نقول ندعم الشباب في الامتحانات ونقول لهم ان هم ما يتوتروش وما يخافوش. طبعا الفترة بتكون صعبة علينا كلنا، خصوصا على الأهالي وعلى الطلاب، بيكون في توتر جامد جدا في البيت وعلى الأهل وعلى الطالب، ولا ذاكر، لا ما تروحش، لا تعالى. اتواصلوا معانا قولوا لنا اهلكم بيعاملوكم ازاي في البيت من خلال فتره الامتحانات، بيتعاملوا معاكم ازاي، بيديكوا حريتكم في الحاجه اللي انتوا عايزينها ولا لا، خلاص هو ضغط الامتحانات مش هتعمل حاجه غير انك تذاكر. انت يا نادين محدش بياخد حريه دلوقتي يا يورا، كله عايزك تجيب تقدير بالنسبه للثانويه العامه، عايزك تجيب مجموع عشان تدخل كليه معينه. الاهالي دلوقتي أكيد. عايزين كليات، بيبصوا لكليه القمه. طبعا طبعا بخصوص موضوع كليات القمه عايزين نتكلم فيه شويه، ان احنا مش كليه القمه مش بس الطب والهندسه، لا خالص بالعكس، انت ممكن تجيب اي مجموعه يدخلك كليه وتنجح فيها، عكس انك تجيب 80% 90% 95% وتدخل طب او هندسه وفي النهايه مش هتنجح وهتفشل، في النهايه هتبقى برضو زيك زي اللي ما جابش مجموع. فركز على حلمك، ما تبصش بس ان هو دايما الطب والهندسه هم دول القمه وهم دول الحاجه اللي انت لازم تعملها، لا خالص، في حقوق كويسه جدا، تجاره، كل ده الدولة بتستفيد منه واحنا بنستفيد منه. في ناس بتجيب مجاميع عالية وبتخش زي حقوق، تجارة، مش بقلل طبعا مع احترامي لجميع الكليات ما بقللش منهم، بس بنلاقي ناس علم علوم وجايبين 98% متاح لهم طب، لا وبتلاقيه داخل حقوق عشان عمي كذا بابايا كذا عايز ابقى زيه، او انا عايز ابقى في المجال ده حاجة. معانا اتصال من سلمى ونقول الو. الو. ايوه سلمى اتفضلي. ايوه صباح الخير يا سلمى. صباح النور. سلمى لو سمحت ممكن توطي التلفزيون؟ طيب ثواني. اتفضلي. اتفضلي يا سلمى. الو اتفضلي يا سلمى. كده سامعانا؟ اه سامعانا يا سلمى؟ ايوه سامعاكي. تمام اتفضلي يا سلمى. ايوه انا كنت عايزه اتكلم عن مشاكل الدراسه وكده، يعني كل الناس شايفه ان انت الطب وهندسه هي الفكره كلها، بس في كليات على فكره احسن بكتير من كده. اكيد. سلمى انت في كليه ايه؟ ايه؟ انت في كليه ايه؟ انا في كليه تجاره. طب وكان حلمك ايه لما كنت في الثانويه؟ انا كان حلمي بصراحه ادخل ألسن، بس يعني وايه اللي ما خلاكيش تدخلي ألسن؟ المجموع ولا اهلك ولا انت حابه تجاره؟ لا مش اهلي خالص، هي الفكره كلها كانت في التنسيق والظلم، انت عارفه بقى وكده. طبعا اه فعلا التنسيق بيظلم ناس كتيره وبيظلم مجاميع كتيره، بس اكيد ده الخير ليكي. هو اكيد خير، واكيد انا كنت شايفه ان التجاره في الاول صعبه، لا انا مش عايزه، وكليه الشعب زي ما كل الناس عارفه طبعا، يعني احسن دلوقتي. اكيد ربنا معاك يا سلمى. بتكوني جايبه مجموع معين والتنسيق يجي يوديكي في حته تانية خالص. اه انا كنت جايبه مجموع عادي، بس الفكره ان انا كنت بدرس سعودي وجيت هنا مصري، ف المعادله بتختلف مني كتير. ايوه المعادله فعلا بتختلف، والمعادله بتظلم ناس كتيره جدا، يعني بيشيلوا 10% من الطالب. اتظلمت جدا. تمام يا سلمى بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لاتصالك. مع السلامه. طبعا موضوع التنسيق ده حاجه ناس كتيره بتعاني منها، يكونوا عايشين بره وييجوا هنا التنسيق يظلمهم ويشيل منهم جميع كتيره، على العكس ان هم ممكن يكونوا فعلا جايبين 100%
95% يجوا بلدهم يتسلموا المعادلات 10% بتظلم ناس كتيرة، جدا بتوديهم من كلية لكلية وبتقضي على طموحهم، يعني بتلاقيهم بره انا هنزل مصر هدخل كلية بمجموعي، مش عارف ان المعادلة بتطيرها. هتنحيه يعني للأسف، هي دي المعادلة. يعني أتمنى للكل إن شاء الله طبعا ربنا يوفقه في الامتحانات، و ان شاء الله اللي جاي احسن، وركزوا في امتحاناتكم. برضو الامتحانات ما تمنعكوش عن الحاجات اللي انتوا بتحبوا تعملوها، عن هوايتك، عن خروج. لازم طبعا تخرج تفك عن نفسك، لازم يكون عندك حياه بعيده عن المذاكره، لازم طبعا تكسر المود وتفك. ودي أكيد رساله الواحد لكل ده الاهالي، يعني يا ريت كل الاهالي يعملوا بيها، لانه فعلا المذاكره بتجيب كبت كبير، وكتر القعده في البيت فعلا بتتعب. أكيد الواحد مش هيقعد 24 بيذاكر، اكيد طبعا. لا فعلا دي حاجه فعلا لازم متعبه تكسر جدا، جو المذاكرة بحاجة، انت هتمل، هتلاقي نفسك ما استفدتش بأي حاجة ولا جمعت معلومات، كل المذاكرة دي راحت على الفاضي. طيب وكده نكون وصلنا الفقرة التانية. بعد الفقرة دي ان شاء الله بعد الفاصل هيكون معانا ضيف شاب لسه في بداية حياته هاوي التمثيل، ان شاء الله هنيجي نتعرف عليه معاكم، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ومعانا ضيف موهبه شابه صاعده في مجال التمثيل، نور احمد. ازيك يا نور؟ عرفنا عن نفسك يا نور. اسمي نور احمد، بدرس كليه اعلام، عندي 19 سنه، ولسه في اولى جامعه الازهر. اهلك عاملين معاك ايه بالنسبه للامتحانات، بما اننا كنا بنتكلم عليها الفتره اللي فاتت؟ بالنسبه للتمثيل يعني؟ لا هو اهلي اصلا مش اللي هو مش اهم حاجه الدراسه، اكيد اعمل اي حاجه بعد الدراسه، بس ركز في مستقبلك، ركز في مستقبلك. لا هما مش عارفين اللي هو برضو التمثيل يعني هو مستقبلي. أيوة. فاهمه؟ ايوه. بس فيعني مش مساعدني برضو. طب انت ايه بالنسبه للازهر، صعبه ولا سهله؟ لا انت ازهر، لا اكيد صعبه. معروفه الازهر يا يورا. اكيد شديده. لا هو عندنا المواد كتيره، ف ما بنعرفش نجمع، فاهم اللي هو المواد بتبقى كتيرة فبتبقى تقيلة أساسا. فهمتي؟ هل أنت داخل كلية الإعلام أنت عاوز كلية إعلام ولا مجموعك اللي جابها؟ لا بصي، هو أنا أساسا يعني في الأزهر ما عندناش حاجة ليها علاقة بالتمثيل، ما عندناش كليات ليها علاقة بالتمثيل، فالكلام ده اللي هو بره اللي هو معهد فنون مسرحية. أيوه. قلت مثلا لأهلي اللي أنا أخش معهد فنون مسرحية، اللي أنا شايف اللي أنا يعني هعمل حاجة إن شاء الله، حاجة فيه حلوة أو عندي فاهمة هتفوق فيه، فهم مش مشجعين أساسا على التمثيل، فمش عايزين أخش المعهد، فيكمل يكمل هما بالنسبة لهم اللي هو المعهد فنون مسرحية دوت إن أنا كأني قاعد في البيت، إن أنا أخلص وقاعد في البيت وكده. فما لقيتش حل بقى غير كلية إعلام، منها برضو فاهمة اللي هو ليها علاقة بالتمثيل، ومنها برضو اللي فيها إعلام برضو يعني ميديا. بس ما كنتش يعني انت مش عاوز تكون مثلا مذيع صحفي شغال في مجال البي ار؟ لا هو انا الحاجه المفضله بالنسبه لي في كليه اعلام هي الاذاعه، الاذاعه والتقديم. طب فكرت تعمل حاجه في الاذاعه او تقدم حاجه؟ لا بس انا بفكر الفتره الجايه بقى، انا متجه اساسا للتمثيل، يعني لو انا قدامي مثلا افلام او مثلا حاجه زي اذاعه او كده، مثلا اقدم برامج وكده، بفضل التمثيل، ان هو اصلا انا داخل الكليه عشان التمثيل، فاهماني؟ ايوه. بس طيب يا نور، دلوقتي انت ازاي مساعد بين دراستك وبين التمثيل، خصوصا التمثيل بياخد وقت كبير جدا من الوقت؟ هو بصي، اللي عايز يعمل حاجه هيعملها اكيد. هو انا جيت في ثالثه ثانوي، في ثالثه ثانوي انت عارفه بقى في ازهر بقى يعني الله اكبر، يعني مواد ما فيش خالص، ما نعرفش ناخد نفسنا. ف لقيت المواد كتيره وانا اهلي مش عايزين امثل. معلش اقطعك، معانا اتصال من ندى، ونقول الو. الو الو ندى. ندى ممكن تعلي صوتك يا ندى؟ ندى علي صوتك ووطي صوت التلفزيون. الو ندى. خلاص شكرا ندى، الاتصال اتقطع، تسلمينا تاني. تمام اتفضل.
في فترة تالتة ثانوي اللي هي الأخيرة ديت، كنت اللي هو أهلي مش مساعديني أساسا، يعني مش ما تمثلش، ما فيش تمثيل، أنت في تالتة ثانوي، فاهمة أنت بقى كلام ايوه اكيد. الأمهات والأبهات وكده. والمجموع بقى ولازم مجموع، تذاكر. ولازم أجيب لهم مجموع. اكيد. فقلت لهم بقى حاضر حاضر، همثل وهدرس، ومش ده مش هيضغط على ده، ما قالوا لما حاجة ده ما يضغيش على ده، اللي عايز أي حاجة بعد ما تخلص تالتة ثانوي. فدخلت وخلصت تالتة ثانوي وكل حاجة، وبرضه في برضه أهم حاجة برضه دراستك. الكلية بقى. الكلية أهم حاجة تخلصها برضه. طيب معانا اتصال من سهى. ألو ألو ألو. أيوة سهى اتفضلي. ألو ألو سهى، معلش صوت التلفزيون. ازيك يا ورا، ازيك يا نادين، صباح الخير. صباح النور عليك، اتفضلي يا سهى. منورين والله بجد الدنيا. نورك يا حبيبتي، نورك. انا فاهم احنا عندنا امتحانات وكل دوت وفعلا ضغوطات، وانت عندك حق، يعني في ناس كتير اصلا بتتعب نفسيا لما مثلا في الثانويه جالها درجات مش تمام والكلام ده كله، بس فعلا عادي يعني. يعني انا جاي برضو مجموع كويس، بس ما دخل يعني في كليات كتيره قوي كانت انفعها، بس انا الحاجه اللي انا حباها دخلتها. دخلت ايه يا سهى؟ انا دخلت سياحه وفنادق. بالتوفيق. هو فعلا ايوه اكيد امتحانات فيها ضغط كبير، واكيد كل الاهالي عامله ضغط على اولادها. اكيد طبعا ده اكيد، فلازم ان احنا يعني نهون، مش يعني مش يعني مش لازم ان احنا نعمل ضغوطات على الناس، ولازم ان احنا لازم نهون عليهم. اكيد اكيد. طب ايه اهلك حارمينك من ايه بتحبيه في فتره الامتحانات؟ بصي والله هم يعني هقول لك على حاجه، اول حاجه طبعا بيمنعوها النزول الكتير، مثلا امسك الموبايل كتير كده، الموبايل معروف. اهم حاجه ان انا ايه يعني ما عدتش سنه ولا الجو ده كله عندهم. ايوه ده اكيد، ركزي في دراستك. ودي اكيد اكتر حاجه بتقتلني، مثلا يمنعوني من النزول، يمنعوني من الخروج كده. اكيد بتدمر كل الشباب انه اهلهم يقولوا لهم لا ما تنزلوش ما تروحوش. تمام يا سهى، شكرا لاتصالك. تسلمي يا حبيبتي، مع السلامة يا صاحبي. لا انا ما كانوا ليش بيقولوا لي ما تنزلش وكده، قالوا لي انزل بس لو رحت التمثيل ما ترجعش. بيقعد عليا اعمل اللي انت عايزه بس ما ترجعش للتمثيل. طب فكرة ان انت في ازهر، ما فكرتش مثلا لما انك لما كبرت او دخلت ثانوية انك تحول من ازهر، خصوصا هي فعلا صعبة جدا عن الثانوية العامة العادية؟ حاولت بس ما عرفتش، حتى حاولت خالص بس لقيت ان مش هينفع برضو، ما بيقبلوش تقريبا من الازهر برضو. فالعام برضو كنت لو ينفع احول كان من فتره الاعدادي مش الثانوي، فراحت عليا. انا مش عارف انا كنت عقلي فين وانا في اعدادي، حاولتش ليه. طب احنا اتكلمنا في فقرتنا اللي فاتت عن المذاكره والضغوطات وكده، تقدر تقول لنا كنت بتنظم ازاي وقتك في المذاكره؟ هتفيد منها برضو طلبه الثانوي الازهر. الازهر ربنا معاك. اشمعنى الازهر يعني؟ عشان ازهر بقى زيهم فتفيدهم. كنت هتقول بازهر يعني فيدهم. هفيدهم انا اللي افيدهم على اللي كنت مقطع يعني الكتاب. اي انت جايب كليه اعلام، يعني معروفه ان هي كليه من كليات القمه. ايوه ما شاء الله. جايب كام في الميه؟ 78. بسم الله ما شاء الله. طب كويس، فيدهم بقى بحاجه. المجاميع بتختلف الازهر عن العام. بتختلف، ومن في الازهر برضو اللي عندنا في البنين غير البنات، بيختلف برضو. ان يعني بيفرق تنسيقنا عن تنسيقهم، هما بيبقى تنسيقهم اعلى واحنا اقل، بيطلع مثلا 3% ممكن 3 5، ما تعرفيش. بيقول لك بقى اللي هو السبب يعني اللي انا سمعته ان هما بيقعدوا بيبقوا قاعدين في البيت وكده فبيضحكوا كده. يا نور. لا ما قلتش مش دايما برضه، عادي يعني في بنات بتخرج كده وبتضحك، مش لازم قاعدين على الكتاب. هما كلهم كده دلوقتي بيخرجوا وبيضحكوا. طيب يا نور انت قلنا ايه اول حاجه بدات فيها، تمثيل مسرح ولا تلفزيون؟ لا طبعا هو التمثيل اساسا مسرح، يعني التمثيل انا بقى يعني المسرح اكيد، ان هو بيبقى مسرح بيبقى ملتزم بقوانين، يعني لو مش اي وقفه تقفيها اكيد، فاهمه انت اللي بتبقى تقف في وقفه معينه تمثلي، برضو بيبقى اداء برضو صوتك عالي، فاهمه اللي هو الجمهور بيبقى انت لو قدام كاميرات ممكن تعدلي حاجه في المونتاج او كده، لكن المسرح انت بتبقى قدام الجمهور اي حاجه بتبقى في وشه على طول، فما ينفعش تعدلها او كده. تقدر يا نور تقول لنا مين اللي شجعك على التمثيل وان انت تاخد خطوه التمثيل دي؟ طبعا غير اهلك. اكيد اهله. الدراسه. الدراسه في الاول. لا هو اللي هو كان معايا في هي الفكره اصلا، انا كنت انا وانا صغير كنت اقول مثلا ان هو انا عايز ابقى زي الممثل ده، مش اللي هو كفلوس او شهره وكده، بس حاسس ان انا ممكن اعمل حاجه زيه يعني، فاهم اللي هو انا اقدر اعمل كده لو ضغطت على نفسي واجتهدت وكده. بس جيت في فتره بقى يعني مع الزمن صاحبت واحد،
كان في نظام ورش لإعداد ممثل. أيوة. دي الورش اللي بياخدوها عشان بتنمي المهارات اللي عند الممثل. فهو كان فيها، فانا قعدت اتكلم معاه وكده واقول له اهلي وكده، فهما بيفرجوا عليا فبقول له اهلي وكده، فقال لي تعالى بس كده مره وشوف الجو كده. رحت اول مره لقيت ان الجو جميل يعني، وحاجه يعني مش ما حاجه لا توصف. فقلت اروح، رحت جربت تاني مره، قعدت التزمت، لقيتهم بيعملوا تمارين وحاجات وفعلا انا كنت ما كنتش عارف ان التمثيل كده. بدات الاقي احب الموضوع قوي، قعدت بقى اخش، خرجت من ورشه دخلت بقى مسرحيه، نجحت في مسرحيه عملت التانية، خرجت بقى من مسرحيه عملت مثلا افلام اللي هي انتاج ذاتي وكده. بدات التمثيل وانت عندك كام سنه، او بدات تدخل فين عندك كام سنه؟ كان زي 15 16 سنه. طيب واقنعت اهلك ازاي ان انت تروح الورش دي او انك تكمل فيه شويه؟ بالذات كانوا يعرفوا ولا ما يعرفوش اصلا؟ لا هو في حاجات كانوا يعرفوها في حاجات ما كانوا يعرفوهاش. هم اوريدي يعرفوها دلوقتي لانهم زي ما انت قلت بيتفرجوا علينا. تمام ربنا يستر بقى، انا مش هروح. مش هتروح، حبيت معانا النهارده. طيب يا نور، مثلت كام مسرحيه او مع مين؟ بصي مش مع مخرجين معروفين، بس اللي هم فرق هواه، بس انا اعتقد يعني اللي هو الناس اللي هم الهواه دول بيبقوا عندهم حاجات ممكن ما تبقاش عند اللي هم على الساحه دلوقتي، بيبقوا يعني او زيهم. انا مش عارفه ده عندهم الفرق اللي هو اللي هم بيبقوا لسه ما دخلوش الاحتراف. أيوة او لسه ما يعرفوش. الموضوع. اه فهم دول بيبقوا مثلا اللي هم بيبقوا في استوديوهات في وسط البلد، بيبقوا عندهم موهبه بجد، اللي هم فاهمه بيبقوا داخلين شباب حماس بقى، فاهمه اللي هم عايزين يحققوا حلمهم. معانا اتصال من احمد. الو الو. الو صباح الخير. صباح النور. صباح النور. ازيك يا احمد؟ ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. احمد معلش علي صوتك شويه. الو كده سامعني؟ اه تمام اتفضل. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله يا احمد اتفضل. ازيك؟ الو معانا يا احمد. احمد الو كده حماده، حاول اتصل بينا تاني. شكرا. طيب يا نور احنا عايزين نعرف، طب الافلام مثلت كام فيلم؟ المسرحيات مع ممثلين معروفين ولا لا؟ لو بص مش عارف، هما بتوع الافلام اللي هي مثلا مع الناس اللي مثلت قدام زمان. أيوة. اللي هم قدام شويه مثلا لو تعرف عادل الفار. اكيد عادل الفار مثلت معاه، بمثل معاه دلوقتي. أيوة. فيلم ولسه مصور فيه. ولو تعرف احمد فرحات برضو اللي هو بتاع طاقية الاخفاء اللي هو طبعا. ومثلا فنانة مثلا وفاء السيد اللي هي كانت طالعة مع أمورة جانيت ديت اللي كانت طالعة في فيلم حسن ومرقص. أيوة أيوة برضو. بس ما بيبقوش فاهمة اللي هو أستاذ مجدي عبد الحليم، ما بيبقوش فاهمة اللي هم دلوقتي كنجوم شباك. هم نجوم كل حاجة، بس اللي هم فاهمة مش إن هم زي مثلا مش ظاهرين قوي يعني، فاهمة؟ أيوة. طيب عملت كام فيلم بالظبط؟ يعني عملت أفلام كتيرة ولا فيلمين تلاتة؟ لا هو أنا ما زي مثلا لا اكتر من افلام، فيلمين ثلاثه اكيد يعني، مثلا خمسه. في افلام بقى لسه بتتمنتج، وفي افلام مثلا نزلت كده. انت دخلت اول فكره فيلم ازاي؟ رحت الكاستنج ازاي؟ مين اللي قالك عليه؟ بصي هو انا كان واحد معايا في المسرح قال لي انا اعرف واحد وكده بيدخلنا افلام، فقلت له طب حلو الفكره، لو كده ماشي اجي اشوفه كده، ما ليش حاجه في السينما شغال مسرح. رحت مثلا فيلم دوت لقيته انتاج ذاتي، فبدات فيه، فلقيت ان هو برده يعني ما اضحكش عليك هو المسرح احسن برده. قلت لهم كده يعني، انا برده قلت لهم ان المسرح برده احسن من دوت. انا لسه ما دخلتش في الاحتراف. أيوة. فما بقارنش بقى، فاهمه اللي هو ايه بين الاحتراف دوت والمسرح، انا بقارن بالحاجات اللي انا دخلتها. بس المسرح يعني ما احسن حاجه لحد دلوقتي انا عملتها. طبعا كل واحد فينا ليه حلم او هدف عاوز يحققه في المستقبل. انت ايه حلمك وهدفك سواء في مجال التمثيل او الاعلام او في حاجه غيرهم؟ لا هو اهم حاجه، بس هو برده اهم حاجه يعني، مش معنى ان هم برده مش عايزين نمثل وكده ان انا اكرر لهم يعني، ان انا ابقى اكرر لهم ان يبقوا فرحانين بيا وكده، فمش هبقى اكرر لهم كده. فاسمه دوت هما بيساعدوني برضو، فانا عايزهم يبقوا فرحانين بيا في الدراسه وكده.
أكيد. بس وبعد كده أحقق حلمي اللي هو التمثيل، هو ده أهم حاجة. شاطر في دراستك؟ دراستي هو بصي، هو انا كنت في ثانوي يعني ماشي حلو في ثانوي، كنت بذاكر وبعرف اوفق، لان انا كنت فاهمه كنت داخل ده حد يعني ماما واهلي يعني كانوا حاطيني في فاهمه اللي هو ايه، هتمثل هب مجموع حلو، مالناش دعوه بقى انت بتمثل كده، هنقول التمثيل السبب. فانا كنت غصب عني لازم اذاكر، انا مش عايز اي حاجه تيجي من ناحيه التمثيل، فكنت بقى بس فكنت بقى بذاكر وبنظم وقتي وكده. بس انت كان زي ما قلت لك كنت وانت في ثانوي كطالب في ثانوي عاوز تخش كلية الإعلام أو معهد فنون مسرحية؟ في فترة ثانوي أنا كنت عايز أيوه ما طبعا كنت عايز أخشه، بس اللي هو أهلي رفضوا. أنا قلت لك أهلي رفضوا، اللي هم مش يعني أنا مش عايز أقول اللي هم مش مع يعني مش معترفين بالتمثيل أساسا ليا، هم شايفين بقى اللي هو هيوديني في سكة تانية. بس لا، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، واحنا يعني احنا في حاجات دلوقتي ممكن تخلينا نروح في حتت تانية، واحنا لو عايزين نعمل كده يعني لو عايزين نمشي عدل هنعرف نمشي عدل. بس طب ايه رد فعلهم اول ما شافوا اول فيلم ليك، او هل ده غير من فكرتهم شويه عن التمثيل؟ بصي، هو بابا كان رافض اساسا ان انا امثل اساسا، فهو اللي اكتر واحد كان ما كانش حابب لي ان انا اكون في الطريق ده، مش اللي هو كره فيا او كده لا، بس هو حابب ان انا اكون كده، يعني شايف ان هنجح في الدراسه اكتر، فشايف لي يعني ان انا اكون هنجح في الدراسه اكتر. بس فحبيت بقى ان انا ايه اكمل وكده في الدراسه، وبعد ما اخلص الكليه اللي انا فيها ديت ان شاء الله بقى لو يعني لو ليا عمر ان انا اقدم في معهد. اي حد دلوقتي هدفه ان هو يخلص الدراسه يبدا بقى يفوق لدنيته ومستقبله، يقدر يحقق كل اللي هو كان عاوزه. طبعا بتسعى لده برضك في فتره الدراسه، لان هيكون عبء عليك كبير قوي لو خليت ده كله بعد ما تتخرج، لازم تعمل جزء لو بسيط حتى يخفف عليك فيما بعد من الدراسه، يعني تحقق حاجه من اللي انت يعني تسعى في اللي انت عاوز تحققه وانت بتدرس، بس حاجه بسيطه بحيث انه يخفف. ايوه فاهم، انظم انا بنظم وقتي بقى يعني فاهمك، يعني بدي كل حاجه حقها. انا فعلا كده في برضو الدراسه بديها حقها، والتمثيل بدي له حقه، بس يعني ورش والكلام ده. ورش. معانا اتصال محمد. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا زميل مر في الدراسه. اهلا بك يا محمد. اتفضل يا محمد. الو، وطي التلفزيون يا محمد. ان شاء الله مستقبله حلو، وهو هو شخصيته شخصية جميلة، وهو بصراحة أول واحد اتعرفت عليه في الجامعة يعني. الله يخليك يا محمد. أول واحد اتعرف عليه نور في الجامعة، هو طلع بيشكر فيه. لا بس هو اللي يعني اللي هو الفترة اللي لعب معايا فيها ديت كان يعني اللي هو اتعرفنا على بعض، يعني عرفنا اتعرفنا بسرعة، فما في ناس بتتعرف عليهم بسرعة كده بتقعد فترة قليلة بس تتعرف عليهم بسرعة. أيوه. محمد معانا؟ اصل احنا طول الوقت يعني مع بعض وكده يعني، فتعرفنا على بعض بسرعه. شايف ان نور هيكون ليه مستقبل كويس في مجال التمثيل بما انك زميل مقرب ليه؟ ان شاء الله. هو اصلا حاطط دماغه اصلا كلها للتمثيل، مش عارف في ايه انا كنت خايف يمكن، بس يلا. طب انت بما انك برضو زميل نورو في الجامعه وطالب، ايه رايك في فكره ضغط الاهالي على الطلاب بسبب الامتحانات؟ اكيد انت كمان مضغوط عليك من خلال اهلك. والله الضغوطات دي بتبقى على الكل في الامتحانات، وهي الاهالي يعني هي عايزه ابنائها تبقى كويسه في الامتحانات وكده، وفي الدراسه اهم حاجه الدراسه يعني بالنسبه لاولياء الامور كله. ايوه طبعا. مش لوحدي. شكرا ليك يا محمد. انت معايا برضه. حبيبي محمد. شكرا ليك يا محمد على اتصالك. مع السلامه. طيب يا نور، واضح ان هو فعلا فكره اجماعيه انه الناس كلها مش عارف يعني متعرف عليا فاهم، اللي هو في اول الكليه و هو طالع. يلا الحمد لله. قلت يا يورا كان اهلك بيعملوا ايه معاكي اثناء فتره الثانويه العامه؟ انت مش ثانويه عامه مصريه تقريبا. ايوه، وانا عشان يعني الحمد لله كنت شاطره، فكانوا واثقين فيا ان انا ان شاء الله يعني هجيب مجموع يفتخروا بيك كده، فما كانش عليا ضغط. طيب يا نور،
خلينا نكمل معاك دلوقتي نور، ان شاء الله انت ايه خططك الجايه خصوصا في مجال الاعلام؟ يعني انت خلاص دخلت الدراسه، حابب تركز كمان في الاعلام؟ بتاخد كورسات؟ داخل في حاجه فيها ولا كله بس دي وقتك كله التمثيل؟ ايوه، هو الاعلام اساسا اللي انا يعني اللي انا اعلام، فهي ميديا، فهي لها علاقه برضو بالتمثيل. فانا قررت يعني ان شاء الله يعني لو ليا عمر ان انا اقدم في، هو احنا عندنا في الكليه 3 اقسام، فانا اخش اللي هي اذاعه وتلفزيون، اخش مثلا تقديم او برامج او كده، او اخراج او منتج او انتاج او كده، اي حاجه لها علاقه برضو للتمثيل. وبرضو انا حابب الاعلام، يعني انا مش كده. انت عاوز الإعلام. مجال اذاعه وتلفزيون، صحافه، بي ار، ملغي بالنسبه لك؟ لا، هو الصحافه مش قوي اللي انا ما جربتهوش، ان انا مش هحكم على حاجه انا ما جربتهاش اساسا، فاهماني؟ مجال العلاقات العامه. العلاقات العامه خدت عنه فكره وممكن بس برضو اول حاجه اللي هو الاساس التمثيل. بعد مجال كده العلاقات برضو لذيذ والاذاعه لذيذه، بس يعني احنا برضو كنا في الكليه وكده خدنا ماده عن العلاقات العامه، طبعا ده غير تخصص اذاعه وتلفزيون، بيديك ماده جنرال علاقات عامه، برضو المجال بتاعها حلو جميل، بس طبعا ملوش علاقه بالتمثيل خالص. لا هو ملوش علاقه، لا هو ملوش علاقه، بس اللي هو يعني انت عرفت تعمل علاقات مع الناس وكده، فدي حاجه فاهمه، تبقى شخص اجتماعي، فدي برضو يبقى ليها برضو لا شغلك في الاخر هتكون بي ار في شركه، في شركه لا في مصر لا الطيران هو كشغل ملوش علاقه بالتمثيل، ان انا ابقى خالص. شغال مثلا كشغال في شركه، فايه علاقته في التمثيل؟ ملوش علاقه، بس ان ده بقى واحد ممثل يعني كتمثيل تلفزيون وكده او مسرح، لكن ده شركه بيقر في شركه موظف عادي. طيب يا نور، انت قلت لي انت كنت بتشتغل مع هواية، مش اسامي طبعا تقيله بس معروفه، طيب اكتسبت منه بايه غير طبعا الخبره؟ في المسرح اتعلمت اللي هو المسرح يعني حاجه جميله فيه، اللي هو بيبقى عمل جماعي، ان هو مثلا لو واحد لازم احنا كلنا نبقى متفقين في نفس الفكره وحاطين نفس الهدف وعايزين نوصل له باي شكل، يعني اي حاجه قدامنا نقدر نعمل اي حاجه بس نوصل للحاجه ديت، ما اي صعوبات او كده نتجاهلها، نحاول نتغلب عليها. بس ف ك يعني كنت بقول ايه؟ الله يخليك. صعوبات كتيره تقدر تتغلب عليها. في الصعوبات برضه اقدر اتغلب عليها، اقدر برضه يعني دلوقتي كان معانا في المسرح اللي هو عمل جماعي، فما ينفعش واحد يبقى مخالف للمجموعه ديت، تمام؟ لازم تكونوا متفقين، كلنا متفقين على نفس الحاجه، فاحنا لو اتفقنا على الحاجه دي هنقدر نحقق الهدف ده. فبالتالي انا عملت اول مسرحيه، كنا برضه كنا عندنا حماس وكده، العرض كان طالع برضو بشكل حلو، لو كان في حد برضو كان مخالف او كده او في حقد منه او كده كان هيبان، وكان هو اللي هيقع، وكان نفس وكان هيوقع الفريق برضو. وبرضو في يعني لما بيبقى معانا بنات وكده بيعلمنا ازاي نبقى في اخوات، يعني بمعنى الاخوه، ان ولاد وبنات شيء، مش ما بنتعاملش كده بقى، بنتعامل احنا كمصلحه شغل بس. لازم في اي تيم ورك يكون في روح حلوه ما بينكم عشان تقدروا تطلعوا في الاخر حاجه تعجب الناس، ما تضيعوش مجهودكم على الفاضي، ولازم يكون شيء يعني في حقد بينكم وكده عشان كل واحد فيكم بيتعلم من التاني، اكيد كل واحد فيه عنده حاجه مش موجوده في التاني، فكلكم بتتعلموا من بعض. بس هو الفكره كلها مشتركه، اللي احنا عايزين نحقق نفس الهدف، يعني هو المشترك ما بيننا كلنا اللي هو ان احنا نوصل العرض ده ونوصله لحاجه حلوه، يعني احنا لازم نحط حاجه عاليه عشان نوصل للاقل. فالحمد لله يعني بنعمل كده فعلا، واول حاجه عملتها كانت كده. معانا اتصال. الو الو عليكم. ايوه اتفضلي. معاكي مدام ساميه، بصبح عليكم وصباحكم احلى ان شاء الله. صباحك زي الفل مدام ساميه، اتفضلي. انا وليت امر طبعا وبايد الفكره معاكم، اني صح يعني فعلا ان الاهالي لازم يقفوا مع اولادهم لو عندهم موهبه، مش مقياس يعني الدرجات ان هم لا يثبتوا، يعني حتى لو ما كانش عندهم فرصه للدرجات العاليه في الثانويه العامه ودخلوا اي كليه ثانيه ما كانوش حابين يدخلوها في البدايه، عادي يثبتوا نفسهم في الجديد. يعني انا برجح ان الطالب والطالبه يثبتوا نفسهم افضل في الجديد، والولي الامر ان هو يقف جنب ولاده، يعني يشجعهم اذا عندهم موهبه، طبعا التعليم دي حاجه اساسيه
وبرضه الموهبه ما يضغطش عليه، لا 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 ما ينفعش، صح علشان يحس ان هو ليه يعني حاجه بالمجتمع، يحس ان هو قادر عنده مساحه يقدر ياخد قراراته بنفسه، يقدر يبقى ناجح. ايوه اكيد كلام حضرتك صح، في وهي يعني في ولية امر معانا متفق بالرأي الحمد لله. الحمد لله. وفي يا مدام سامية اهل بيقولوا ماشي هنمي موهبتك بس لما تخلص دراستك الاول، الشهادة عندنا نمبر 1. وفي اهالي بتنمي الموهبة مع الدراسة، بتختلف. ده شيء كويس يعني. اكيد مدام سامية. الو اتصلت قطع. الو حاولت تتصلي بينا مره ثانيه. شكرا لاتصالك يا مدام سامي. تاني نور. طب نور انت كنت قايل ان انت بتشتغل مع ناس اللي هم لسه هواه، طب انت الحاجات اللي انت صورتها نزلت على التلفزيون، هتدخل مهرجان، يعني ايه الفايده انت استفدتها برضه؟ هو اللي فاتوا دول ما نزلوا في على قناه مصر الحياه، وفي حاجات لسه في المونتاج، وفي حاجات لسه بنصور فيها اساسا. احنا دلوقتي بنصور فيلم اللي هو قلت لحضرتك فيه عادل الفار برضو واحمد فرحات وكده، فدوت لسه بنصور فيه، هيخلص وبيقولوا هيخش مهرجان. هو فيلم انتاج ذاتي برضو، بس ان شاء الله هيحقق حاجه حلوه ان شاء الله. طيب نور عايزاك تقول لي برضو انت ايه شعورك وانت بتبقى واقف قدام الكاميرا، خلاص كسرت الرهبه ولا انت اصلا شايف نفسك ايه في المستقبل؟ شايف نفسك انت كنور بتعرف تمثل كويس؟ ما انا بالنسبه لي ما اقدرش احكم على نفسي اللي هو يعني اقول وحش او حلو، بس اقول اللي انا كان عندي هدف او كده ان شاء الله احققه، يعني حتى لو انا فاشل انا ممكن يعني من فشل ده احوله لنجاح، فاللي هو ان شاء الله احقق حلمي. لكن معانا استاذه فاطمه من السعوديه، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا فاطمه، اتفضلي. بصراحه فكره البرنامج تحفه جدا يا يارا، ومبروك. شكرا، الله يبارك فيكي. معانا استاذه فاطمه. ربنا يوفقكم جميعا يا رب. يا رب ربنا يخليك. تحبي تعلقي حاجه على الامتحانات على نور؟ لا انا لسه طالبه، فاكيد مش هعلق حاجه على الاختبارات. طب ايه اهلك عاملين فيكي ايه بالنسبه للاختبارات وكده؟ كله تمام الحمد لله. ضاغطين عليكي؟ الاتصال اتقطع، حاول اتصلي بينا مره ثانيه فاطمه. شكرا. قلبي حاسس ان كان اهلها جنبها مش عارفه تتكلم. ما ينفعش تقول ضغطين عليا خالص. لاحظت كده. طيب يا نور عايزك تقول لي انت ان شاء الله ايه طموحك، ايه خطوه جايه جديده ليك، يعني في خطوه كبيره ولا لسه برضو مع الناس المبتدئه زيك؟ خطوة جديدة يعني؟ خطوة كبيرة. ناوي على ايه مثلا؟ او خطوة كبيرة لسه جاية لك في حياتك ناوي تعملها؟ هي فرصة بتيجي مرة واحدة وانا مستنيها لسه، وكمان يعني انا لسه مستنيها وان شاء الله هتيجي، يعني انا عندي امل ان شاء الله لسه هتيجي طول ما انا بسعى وصافي النية، هي خلاص ان شاء الله هتيجي. تقدر تدي نصيحة الشباب اللي عندهم مواهب مثلا اهلهم معطلينهم او واقفين قصادهم؟ كان اهلهم زيك كده دراسه برضك الاول الكلام ده؟ بس كنت نفعت نفسي. بس لا يعني لا اقول لهم اللي هم ما يسمعوش كلام حد، اللي انا كنت بسمع برضو كلام ناس كتير وكده، يسمعوا كلام الناس الحلو، الناس الوحشه السلبيات مالكوش دعوه بيها، واللي عايز يعمل حاجه هيعملها زي ما قلت، اللي عايز يعمل حاجه هيعملها، ولو اجتهدت ومثلا جواك يعني عندك موهبه او حاجه وفشلت في الاول، مش معنى كده ان انت هتفضل فاشل، لا انت لسه وهتبقى قدامك برضو فرصه كبيره وهتجيلك فرصه، بس خليك مصمم وتبقى عنيد، والفشل ببدايه النجاح اكيد. طب جالك حد وقف في طريقك اللي هو مثلا كواسطه، انت كان جالك دور كواسطه جت خدته منك، حسيت ان انت اتظلمت فيها؟ بتحصل دي كتير قوي، بتحصل كتير في المجال ده. بيحصل الواسطه بتلاقي دلوقتي اغلب حاجه. لا هي في المجال دوت دلوقتي تلاقي الوسايط الله اكبر، بالذات في مكاتب الانتاج. بس انا عامه يعني في حوار الواسطه يا يارا ما بلاقيهاش شيء اساسي، يعني مثلا واحد بيرفكت وكل حاجه، واحد مع واسطه اكيد عادي. انا معاكي، بس دلوقتي موضوع الواسطه ممكن حتى الولد بيرفكت وكويس جدا في الشغل، الواسطه بتيجي
في ثانية بتطيره وتحط واحدة مكانه أو واحد لا ما يفهمش أي حاجة في المجال وبياخد كل مجهوده وتعبه. بس لا في ناس ساعات بتخش بالمجهود في حوار الواسطة أيوة ده فيه. بس طبعا برضك في الأول وفي الآخر ده بتوفيق ربنا أكيد طبعا. أوكي نور، طب نور عايزاك تقولي أنت إن شاء الله الفترة اللي جاية ناوي على حاجة في إعلام، اللي هو إعلام بالظبط يعني، دخلت كورس أو ناوي على تتقدم برامج؟ أنا إن شاء الله بادئ إعداد، بتدرب في إعداد برضو، فهبتديها إعداد. إعداد بقى هبتدي يعني اللي هو مش إن هو خدها خطوة خطوة أوصل وأبقى يعني عندي خبرة في الحاجة اللي أنا أعملها دي. عايز تقدم برنامج تبقى مذيع؟ الكلام ده بقى بعد الإعداد مثلا، بعد المراسلة، بحيث إن أنا ما أطلعش مثلا أو ألاقي حاجة سبب يوقعني. تمام، شكرا ليك يا نور، اتشرفت جدا بوجودك معانا في حلقتنا، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. متنسوش تبعتونا على الأكاونت بتاعنا على الفيسبوك برنامج صباحك أحلى، واشتركوا معانا في المسابقة الجاية، أي حد عنده موهبة يجي يقدمها. أشوفكم الحلقة الجاية، استنونا.